ازيكم يا جماعه؟ النهارده في سيفلا رياكشن جديد هنا في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمل له رياكشن هو مسلسل فالنتينو، مسلسل بتاع عادل امام. نزل الاوفيشال تريلر بتاعه او نزل الاعلان الرسمي بتاع المسلسل، المده بتاعته كويسه، دقيقه و40 ثانيه على عكس التريلرز اللي نزلت للمسلسلات التانيه. احنا عملنا أربعة تريلر رياكشن تقريبا لحد دلوقتي على ما أتذكر، أو خمسة حاجة زي كده يعني، مش بعد يعني من كتر الفيديوهات اللي بعملها، فمش بقيت بنسى، مش بقيت بعد يعني. السنة اللي فاتت أنا كنت عامل رقم قياسي في الفيديوز في رمضان، أنا تقريبا السنة اللي فاتت عامل بتاع 62 أو 63 فيديو في شهر واحد في رمضان يعني. كنت عامل بالتريلر رياكشنز بالمراجعات بتاعت مسلسلات رمضان كنت عامل تقريبا 62 او 63 فيديو، فده بالنسبه لي كان رقم قياسي، فمش عايز اقول لكم كان المجهود كان قد ايه. ده غير ان اصلا السنه اللي فاتت تقريبا اتفرجت على كام، تقريبا اتفرجت على 10 مسلسلات او 15 مسلسل حاجه زي كده، فبالنسبه لي كان الموضوع كان صعب قوي وكان تقيل قوي، فعشان كده انا فعلا بجد محتاج دعمكم باللايكس وشير وسبسكرايبنج، فبجد يعني يا ريت يكون في شويه دعم زياده، عشان دعمكم ده فعلا بجد والله بيخليني ان انا اعمل فيديوهات اكتر من كده، وفعلا بجد بيبسطني لما بلاقي ردود افعال كويسه من الناس، فعلا والله بتحمس اكتر ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر واكتر. ده غير اصلا زي ما كنت قايل قبل كده في فيديو من الفيديوهات اللي كنت مصورها، ان انا غير حاجات رمضان التريلر رياكشنز وغير طبعا المراجعات بتاعت مسلسلات رمضان، بعمل ريفيوز الافلام انجليش وعربي ومسلسلات انجليش، وهوم سينما في البيت اللي هو بقترح لكم على افلام تتفرجوا عليها في البيت، وممكن ان شاء الله باذن الله بعد كده ممكن يبقى فيه برضه كاتيجوريز تانية ممكن ندوس، ممكن نعمل فلوجز، ممكن نعمل حاجات كتير، لسه في حاجات كتير قوي في دماغي لسه عايز اعملها وحابب اعملها معاكم. بس ده كل اللي كنت عايز اقوله، اتمنى يكون في شويه دعم زياده شويه الفتره اللي جايه، عشان انا فعلا بجد يعني بحتاج الدعم ده يعني، فعلا لما بلاقي دعم كويس قوي باللايكس وشير وسبسكرايبنج وكده انا فعلا بجد بتبسط يعني، انا فعلا بجد والله يعني بابريشيتد جدا، وبلاقي نفسي انا لوحدي تلقائيا لما بلاقي في تفاعل جامد قوي مع الناس اللي بتتفرج معايا، وفعلا بجد عايز اشكركم جدا على كل لحد دلوقتي اللي انا وصلت له يعني، انا مش كتير بس انا بالنسبه لي ده والله ده كتير جدا، بس والله لما بلاقي دعم جامد على الشانل بتجرأ وفعلا بعمل حاجات كتيره جدا، واتمنى انها تعجبكم يعني. النهارده عندنا مسلسل فالنتينو بتاع عادل امام، طبعا كالعاده ما شفتش التريلر، ده يعتبر اوفيشال تريلر على فكره، ده مش تيزر، فبرضه هيبقى في نسبه ترقب في الاخر كام من 10. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. دي إشاءة الأستاذ نور محمد أحمد فالنتينو صاحب مدارس فالنتينو الشهيرة. عارفين عمل إيه؟ صحيت صحيت. القضايا دي بسيطة، كيمبيالات كيمبيالات كيمبيالات. أنت باسم مين؟ أخلص أنت باسم نور، نور محمد أحمد فالنتينو. ما جرى له إيه؟ إيه يا ابني اللي عملت فيك كده؟ أقول حبيبي حبيبي سلامتك ألف سلامة. إيه في إيه؟ أنا لازم أوقفهم عند حدهم. أنت هتروح تتخانق معايا يا بابا ولا إيه؟ لا أنا هروح أجيب شرابات. بغير بغير ياتي فالنتينو. أوكي يا جماعة، ده الأوفيشال تريلر بتاع مسلسل فالنتينو، والله شكله ظريف جدا، شكله فعلا دمه خفيف يعني. انا قلبي حاسس انه هيبقى مسلسل حلو يعني، في كيميا هتبقى لذيذه جدا ما بين عادل امام وحمدي المرغني. انا ماي فيفورت يعني المسلسلات الاخيره اللي عملها عادل امام، انا بالنسبه لي يعني افضلهم كوميديا وكقصه، انا بالنسبه لي كان مأمون وشركاء، انا بعشق المسلسل ده، انا بحبه جدا. المسلسل معانا السنه دي هو شكله هو طالع مدير المدرسه انترناشونال فالنتينو، فحمدي المرغني بيورطه في حاجه، بيورط عادل امام في حاجه، لسه طبعا البلوت مش باينه قوي يعني، بس تقريبا هيبقى، انا متحمس يعني المسلسل ده، مش شكله مش وحش يعني، شكله هيبقى لذيذ كوميديا، هيبقى لذيذ يعني، هيبقى كوميدي. معانا عادل امام وفي دلال عبد العزيز، دي برضو النقطه السلبيه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، ان انا مش متحمس ان دلال عبد العزيز تبقى مع عادل امام في مسلسل، لان انا بحب اشوف دايما عادل امام مع لبلبه في مسلسل صراحه يعني، حاسس انها هتبقى مش عارف مش هتبقى لايقه قوي على عادل امام صراحه يعني، ودي النقطه السلبيه الوحيده اللي ممكن تكون في المسلسل سواء دلال عبد العزيز او دلال البحيري.
يعني. والرانيا محمود عبد العزيز، سوري، رانيا محمود ياسين هتبقى برضو موجوده في المسلسل ده. مش متحمس للثلاث شخصيات دول في المسلسل صراحه يعني. اللي ممكن يدفعني ان انا اتفرج على المسلسل ده ان في عادل امام وحمدي المرغني يعني. زي ما قلنا هيبقى في عادل امام ودلال عبد العزيز ودلال بحير ورانيا محمود ياسين، وهيبقى في سليمان عيد وحمدي المرغني، وهيبقى في كمان محسن منصور وعلاء عمرو وفاء صادق، وهيبقى الاخراج لرامي امام وتاليف ايمن بهجت قمر. ترقبي للمسلسل ده هيبقى 7/10 زي مسلسل الاختيار. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن التريلر بتاع مسلسل فالنتينو. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.